بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، نجدد لكم الترحيب والتحية مع هذه الانطلاقات المتواصلة والمستمرة، شوط يليه الآخر من انطلاقات الخير والبركة ضمن فعاليات وانطلاقات هذا السباق المحلي السابع الذي يقام على أرضية هذا الميدان، ميدان البصير. انطلاقة شوطنا الثاني والانطلاقة الأولى والرئيسية الخاصة بقحدان اللقاية، المسافة هي 5 كيلومترات. نسير وإياكم ونتابع مجريات وأمور هذا الشوط، نسير للصدارة للبداية الأولى لكي يتابع هجام على المركز الأول. محمد بن علي بن جابر بن حمد بن حنزاب يقدم لنا انطلاقة هجام على البداية الأولى. المركز الثاني أتابع اللي على المركز الثاني، يصل بدران وانطلاقة عبد المحسن بن حميدي بن سالم آل فهيدة المري، يقدم لنا بدران في هذه اللحظات على المركز الثاني. ينتقل للمركز الثالث لكي يتابع الحامل لرقم 3 في هذه اللحظات، يصل لهب مع المركز الثالث. سلمان بن سعيد بن حمد الفسل المري يقدم لنا انطلاقة المركز الثالث ويقدم لنا لهب. بالمركز الرابع اللي ما جبناه للطاري الا وغير على الصدارة على المركز الاول، يصل بالنورة يقدم لنا انطلاقة الاسد. عبد الله بن علي بن حمد بن نورة المري يقدم لنا الاسد على الصدارة على المركز الاول. بينما انتقل مباشرة للمركز الخامس لكي يتابع الواش. الواش على المركز الخامس، مبارك بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي يقدم لنا انطلاقة الواش مع انطلاقة خامس الاسماء. هكذا هي النتيجة. يا من تستمع، يا من تتابع للمراكز الخمس المتقدمة، لكن بنعود للصدارة، بنعود للبداية الاولى لكي يتابع بالنورة في هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول. يقدم لنا الأسد على الصدارة على البداية الأولى وانطلاقة شعار عبد الله بن علي بن حمد بالنورة المري، يقدم لنا الأسد في هذه اللحظات بهذا الأداء المرموق حتى هذه اللحظات على الصدارة على المركز الأول. انتقل للمركز الثاني، أتابع المركز الثاني في هذه اللحظات، يصل الواش على المركز الثاني بشعار أحد الضيوف القادمين من السلطنة، سلطنة عمان. فمرحبا بجميع الضيوف، انطلاقة الواش مع انطلاقة بن هدوب، مبارك بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي يقدم لنا انطلاقة الواش. المركز الثالث يصل الجذاب في هذه اللحظات، أسريع بن فهد بن صقر الخالدي يقدم لنا انطلاقة شعاره ويقدم لنا الجذاب. انتقل للمركز الرابع، المركز الرابع من القادم في هذه اللحظات، يصل البرق مع المركز الرابع حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت، يقدم لنا البرق مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل ابو السيقان من واقع هذا الشعار في هذه اللحظات، يقدم لنا مشهور صالح بن فرج بن حسين أبو السيقان المري مع انطلاقة المركز الخامس. هكذا هي الخماسية الألماسية المتقدمة مع انطلاقي ومساري هذا الشوط، لكن بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع الأسد. الأسد الأسد مكشر بنيابة على الصدارة على المركز الأول مع انطلاقة شعار بالنورة، من يقدم لنا انطلاقة الأسد في هذه اللحظات. عبد الله بن علي بن حمد بن نورة يقدم لنا الأسد على الصدارة. أتابع المركز الثاني، يصل بن هدوب يقدم لنا
حلر الواش مع المركز الثاني، وانطلاقة مبارك بن سعيد بن هدوب بن محمد الوهيبي، والمركز الثالث يصل بن جهويل يقدم لنا انطلاقة البرق حمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل مشهور بهذا الشعار المشهور في هذه اللحظات على المركز الرابع صالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري مع المركز الرابع. المركز الخامس يصل طايش في هذه اللحظات بشعار المبتكر علي بن حمد بن علي بن جرحب المري، يقدم لنا انطلاقة طايش مع المركز الخامس. لكن بنعود يا اخواني، بنعود للصدارة للبداية لكي يتابع في هذه اللحظات الأسد 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 والعصم غروسة في الأبطان. ما حركوه حتى هذه اللحظات والعرض الغاي والعصم في الأبطان والمسار الذاتي في هذه اللحظات. وانطلاقة بن نورة يقدم لنا الأسد على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات. لكن أتابع الأسماء الغادمة، يصل مشهور مع المركز الثاني وانطلاقة بسيقان، وأتابع طايش وانطلاقة المبتكر، وأتابع بن هدوب يقدم لنا الواش، وأتابع البرق مع بن جهويل. لكن خلونا يا أخواني مع الصدارة مع المركز الأول، أتابع الأسد. بدأت الأوامر في هذه اللحظات وانطلق بن نورة يقدم لنا الأسد على الصدارة على المركز الأول في هذه اللحظات على البداية. عبد الله بن علي بن حمد بن نورة بن نورة بن نورة بن نورة مع الصدارة مع الانطلاقة الرئيسية الخاصة بالقعدان. لكن طايش مع المركز الثاني وانطلاقة بن جرحب في هذه اللحظات. يقدم لنا طايش مع المركز الثاني بن جرحب شعار الغام وشعار العديد من الأسماء الرنانة. سلام يا المبتكر، سلام تحية واحترام لهذا البطل علي بن حمد بن علي بن جرحب المري على فوز طايش وانتزاع على النقطة الرئيسية الخاصة بقعدان. المركز الثاني وصل الأسد عبد الله بن علي بن حمد بن نورة. المركز الثالث مشهور صالح بن فرج بن حسين بن سيقان المري، والمركز الرابع وصل السرمد مع حمد بن سالم الغيلاني، والمركز الخامس وصل البرق لحمد بن سالم بن علي بن جهويل النابت. إذا مشاهدينا مستمعينا الأفاضل، تهانينا والناموس للمبتكر دائما لهذه السلالات المتميزة. من قدم لنا طايش في الأمتار الأخيرة؟ علي بن حمد بن علي بن جرحب المري. توقيت زمني وقدره في هذه اللحظات 7:37 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.